أنا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. أخبار الكورونا إيه؟ زي ما حضرتك بتقول هناك تزايد في أعداد الإصابات الأسبوعية مش بس في مصر لكن على مستوى العالم، يمكن العالم سبقنا شوية بأسبوعين ولا حاجة، لكن إحنا برضو بنشهد زيادة في مصر، يمكن في زيادة في الأعداد ولكن في نفس التوقيت هناك انخفاض او ثبات في عدد الوفيات، وده يعني متماشي برضو مع التوجهات العالميه في هذا القبيل. يمكن الموقف الوبائي عالميا طبقا لمنظمه الصحه العالميه في اوروبا والامريكتين وغرب المحيط الهادي وجنوب شرق اسيا وافريقيا وشرق المتوسط، ده بيمثل يمكن اوروبا وامريكا بيمثل حوالي 72% من اجمالي عدد الحالات. يعني انت النهارده انجلترا بتشهد كل 25 يعني مواطن في حالة إيجابية. يمكن الحمد لله في مصر إحنا يعني إلى حد كبير الأعداد اللي عندنا أعداد كلها بسيطة متوسطة، مش محتاجة دخول مستشفيات ولا محتاجة أي رعايات، ولكن هناك زيادة تسميها بقى دي يعني موجة، بداية موجة أو نهاية موجة، ده موضوع يعني فيه اختلاف كبير في هذه التسميات.